طيب احنا المحاضرة الماضية بلشنا نحكي عن النتورك، قلنا ان الشبكة هو ارتباط مجموعة من الأجهزة مع بعض، تمام. شفنا مثال على الشبكات وقريت الاتصال الفيزيكالي ما بين الشبكات، واتفقنا ان اي جهازين بدهم يحكوا مع بعض لازم توفر عندي 4 شروط. الشرط الاول حكينا لازم يكون عندي فيزيكال كونكشن. طيب انا فعليا لما بفتح فيسبوك لازم يكون بيني وبين فيسبوك فيزيكال كونكشن، صح؟ طيب كيف بدي يكون في فيزيكال كونكشن؟ يعني انا اللابتوب تبعي عشان يطلع انترنت رحنا جبناه وايرلس راوتر، صح؟ عشان يطلع انترنت بدنا نعمل اشتراك مع شركه زي اورنج، مظبوط؟ طيب اورنج كيف احصل لي الفيسبوك؟ كيف فيسبوك راح توصلني لبنت؟ فعليا فيسبوك عبارة عن ايش؟ سيرفر، وهذا السيرفر برضو مربوط مع سويتش مع راوتر، وهذا الراوتر طالع انترنت، مظبوط؟ كيف طالع انترنت؟ مثلا عن طريق مجرد خدمة انترنت بغض النظر ايش اسمه، اي اس بي اختصار مجرد خدمة انترنت. كيف اورنج راح توصل للسيرفر تبع فيسبوك؟ اول شرط عشان اللابتوب يقدر يحكي مع الويب سيرفر تبع فيسبوك لازم يكون في فيزيكال كونكشن. كيف راح تصير الفيزيكال كونكشن؟ هو اورنج كيف بتعطيني خدمة الانترنت؟ مين اللي قال لاورنج انت مزود خدمة الانترنت؟ مين اللي بسمح لزين تكون مزود خدمة الانترنت؟ يعني منظمة عالمية، هاي المنظمة اسمها ايانا. هاي المنظمة موجودة بأمريكا طبعا، ايانا زي ما قلنا هي منظمة موجودة بأمريكا، هي المسؤولة عن إعطاء التراخيص لمزودين خدمة الإنترنت. يعني اورنج عشان تصير مزود خدمة انترنت لازم تاخذ ترخيص من منظمة ايانا. هذا الويب سايت الرسمي تبع منظمة ايانا، تمام؟ طيب ايانا عشان تسمح لاورنج تكون مزود خدمة انترنت لازم تتوفر باورنج اكثر من شرط. الشرط اللي بهمنا هون لازم اورنج تكون متصلة بأكثر من مزود خدمة ثانية قبل. يعني اورنج تكون مربوطة بزين من فودافون من اتصالات في السعودية، لازم تكون مرتبطة بأكثر من مزود خدمة، تمام؟ مزودين الخدمة هذول نفس الشرط، هذا لازم يكون مربوط بمزود خدمة ثانية. زين لازم تكون مربوطة بمزود خدمة برضه.
ارتباط مزودين الخدمة على مستوى العالم وبعض من بعض. هذا اللي بيعمل لي شبكة الانترنت. شبكة الانترنت هي ارتباط مزودين الخدمة مع بعض من بعض. شبكة الانترنت اللي الوان اللي احنا نحكي عنها هي فعليا ترابط ما بين مزودين خدمة الانترنت. مزود مع مزود مع مزود مع مزود لغاية ما يصفي اي حدا في الدنيا مربوط مع بعض. يعني مثلا جوجل ممكن تكون مربوطة مع مزود خدمة. طبعا جوجل هي اصلا مزود خدمة الانترنت. السيرفر تبع جوجل بمجرد انه مربوط بمزود خدمة اذا بيقدر اي حدا بالدنيا يوصل له. ليه؟ لانه كل مزودين خدمة بالعالم هم اصلا مترابطين مع بعض. كل مزودين خدمة على مستوى العالم هم فعليا مترابطين مع بعض. عشان هيك لابتوب اول ما يرتبط بأورنج بيقدر يوصل لاي موقع بالجيميل. اي موقع اونلاين انا بقدر احكي معه. ليه؟ فكرة اونلاين انه هذا الجهاز مربوط مع مزود خدمة انترنت، مزود خدمة انترنت مربوط مع مزود خير ومربوط مع غيره لغاية ما يصفي. انه العالم كله مربوط مع بعضه من خلال مزودين خدمة الانترنت. وضحت الصورة؟ من هنا بتيجي موضوع الفيزيكال كونكشن. اللي احنا شفناه المرة الماضية انه اللابتوب تبعي طلع على الراوتر. من الراوتر راح على مزود الخدمة. طبعا مزود الخدمة بتكون الشبكة تبعته من أكثر من راوتر. هذا الراوتر بيكون برضه مربوطين مع بعض جوا الكونكشن الداخلية تبعته. فمن هون هو بيطلع من راوتر لراوتر لراوتر لحد ما يطلع إلى مزود خدمة ثاني. نفس الشيء كل مزودين الخدمة أصلا هم عبارة عن شبكات داخلية لهم مربوطة بمزود الخدمة هذا. لغاية ما أوصل للسيرفر تبع فيسبوك. هاي الفيزيكال كونكشن اللي بتكون موجودة على مستوى العالم. بدون فيزيكال كونكشن ما في اتصال. فارتباط مزودين الخدمة مع بعض على مستوى العالم هو اللي بوفر لي الفيزيكال كونكشن تبعتي. تمام؟ تمام. طيب جميل. في حد عنده أي مشكلة هون؟ نرسمها عشان نبلش نتوسع بالأفكار شوي شوي. اسمعوا على الدفتر. حكينا المرة الماضية عن الفيزيكال كونكشن. فهمنا شو يعني فيزيكال كونكشن بمستوى الانترنت وعلى مستوى اللوكال نتورك. مظبوط. طيب بنحتاج برضو لوجيكال ادرس. اللوجيكال ادرس اللي هو مين؟ اما فيرجن 4 او فيرجن 6. طيب الاي بي مثلا هاد اي بي هاد اي بي اللي فوق اي بي فيرجن 4 واللي تحت اي بي فيرجن 6. بس انا فعليا لما اجي ادخل على موقع زي فيسبوك باجي بكتب له www.facebook.com ما كتبتش اي بي. مع ذلك فتح لي ويب سايت صح؟ كيف؟ دقيقة. لا صدقني الكونكشن بتبدأ من عندك وبتنتهي عندك. مزود الانترنت مزود خدمة الانترنت عبارة عن حلقة وصل بينك وبينه. تمام؟ يعني ما بزبط جهاز يبعث لفيسبوك بدون ما يعرف الاي بي تبعه. ما في شيء اسمه مسلم. يعني اعطيكم مثال عادي بعمل تيست خفوش بعمل تيست لانه راح يطلع بالريكورد في الصوت. هسه لما اجي اعمل بينج بينج بيعطيني اذا انا متصل او لا. تمام؟ الصوت مش راح يطلع. بينج 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 هذا كوماند احنا راح نتعامل معه
عشان نتأكد في اتصال أو لا. تمام؟ هسا لو جيت قلت له بينج www.facebook.com هو ما بزبط يشتغل على الاسم، لازم يشتغل على IP. تمام؟ أنا لما أجيك بس انتر هسا إيش اللي راح يصير؟ أول شغلة عملها WIP تبع الفيسبوك. ولما صار يحكي صار يحكي عن طريق مين؟ IP مش اسم. هذا اللي بنفهمه. تمام؟ في عنا خدمة اسمها DNS، اختصار لدومين نيم سيستم. DNS اي اسم اونلاين على الانترنت، زي مثلا www.facebook.com، هذا اسم مش IP. هذا الاسم مكون من اكثر من مقطع. المقطع الاول هو www، هذا عبارة عن جهاز واللي هو هاك. هاب هو اللي بيمثل ال www. بشركة فيسبوك اي حدا بكتب www معناته روح احكي مع الجهاز اللي اسمه ستار داش مين. الاي بي اللي رجع لي قبل شوي اللي هو هاب هو اي بي الجهاز اللي اسمه ستار داش مين. تمام؟ يعني هذا الاي بي بيعود لهذا الجهاز. هذا الاسم كله احنا بنسميه دي ان اس نيم او فولي كواليفايد دومين نيم. الثنتين بمثل دي ان اس نيم. تمام؟ يعني أعطيك مثال من جهازي أنا حاليا. لو رحت على كارت الشبكة كارت الشبكة تبع الواي فاي ديتيلز، لاحظ هنا أنا عندي IP address اللي هو هذا. أكبر الشاشة. عندي هون IP address DNS سوري DNS هيو. هذا DNS server، هذا DNS اللي هو مين اللي عندي هون. هون أنا عندي هون اللي هو DNS server. هذا يعني أي جهاز بدي أروح عليه by name أنا ببعث لهذا الجهاز بقول له إيش الـ IP تبع هذا الكمبيوتر أو تحت هذا الاسم. الـ DNS server وظيفته الأساسية طبعا احد الوظائف هاي تبعته اللي هو resolve names to IPs to IP. كلمة resolve يعني بيحول لك الاسم ل IP address، تحويل الاسم ل IP. جهازي ببعت له بقول له انا عندي هذا الاسم ايش ال IP address تبعه، بناء على معلومات عند الـ DNS server بروح بجيب لي مباشرة ايش ال IP address تبعه. DNS هيو دومين نيم سيستم، اختصار لدومين نيم سيستم. تمام؟ هو سيرفر وظيفته تحويل الاسماء لاي بي.
ايوه بالضبط. طبعا في فرق كبير ما بين اجي اقول فيسبوك دوت كوم وما بين اقول www دوت فيس بوك دوت كوم. ايش الفرق بينهم؟ فيسبوك سيرفر رئيسي، هذا اللي هو الدومين الرئيسي تبع الشركه، هذا السيرفر الرئيسي الخاص بشركه فيسبوك. الاي بي تبعه يختلف عن اي بي هذا الويب سايت. هذا اللينك يمثل هذا الجهاز هو احد اجهزه فيسبوك، يعني احد الاجهزه الموجوده بشركه فيسبوك. اعطيك هيك وصف بسيط لها، مثلا مثلا شبكة الانترنت المشبوك عليها الراوتر تبعي، هذا اللي هو فيسبوك دوت كوم سيرفر، هذا بلو ستار داش ميني دوت سي 10 ار دوت فيسبوك دوت كوم، هذا ستار سوري سي 10 ار دوت فيس بوك دوت كوم، هذا اللي هو الدي ان اس سيرفر. ونفرض عندي هنا في لنفرض هذا البي سي تبعي، انا بدي ادخل على الفيسبوك دوت كوم سيرفر، تمام؟ هذا الدي ان اس على سبيل المثال هو اللي بيعطيني هاي الخدمه، خدمه تحويل الاسماء. لما اجي بدي افوت جهازي راح يبعث رساله للدي ان اس سيرفر، مين www.facebook.com، اعطيني الاي بي تبعه. هذا الدي ان اس سيرفر راح يروح يجيب لي اي بي هذا الجهاز ويعطيني اياه عشان ادخل عليه، تمام؟ بس بعد اذنكم. نلاقي هالسواليف سريع، خمس دقايق نطلع بريك معلش عشان اخلص من قصه رنات التليفون. تعالوا خلينا نشتغل شوي اكثر مع الدي ان اس ونشوف كيف الكمبيوتر تبعنا بفهم الاسماء يحولها لاي بي كي. نروح على ستارت. ها نكتب سي ام دي، سي ام دي اكتب مباشرة على الكيبورد ولا تكتب باي مكان ثاني، بس اكتب بس مباشرة سي ام دي. هيك اختار كوماند برومت، كوماند برومت. في عنا تول بالمايكروسوفت ويندوز وبغيره من الاوبريتنج سيستم، هاي التول اسمها ان اس لوكر، نيم سيستم لوكر.
هاي التول لو انا مثلا جيت قلت له هون ns look up facebook بخليكم تستخدموها بس بدي اورجيك مثالين بعدين. ns look up غلط او ما في ns look up اه دبل او ام سو 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 بدل سي او شو جاب لي؟ اجى بيقول لي فيسبوك دوت كوم الاي دي 158.60.216.35 وهذا الاي بي فيرجن 6 تبعه. لو قلت له معانا يا عبد الله ركز معاي بعدين بتطبق براحتك. انا اسلوك اب www.facebook.com جاب لي نفس الاي بي على هاي التول بس لاحظ جاب لي هنا مين الاسم هذا. بدي معلومات اكثر بدي معلومات اصح من هيك ولاحة راح اجي اقول له ns look up واكبس انتر ونعمل كلنا نفس الشيء. اكتب ns look up واكبس انتر ns look up واكبس انتر. انا هسه موجود جوا التول اللي اسمها ns look up. هاي الاشاره معناها انا اي شيء راح اكتبه راح يكون ضمن هاي التول تبعتي. اول شغله وانا معطيني ديفولت سيرفر الناو ومعطيني اي بي فيرجن 6 هو بالاحرى معطيني اي بي الراوتر تبعنا. انا ما بدي الراوتر تبعنا هو اللي يجاوبني. في عندنا لشركه جوجل في بابليك دي ان اس سيرفر اغلب الناس بتستخدمه بدي استخدمه عندي هو. كيف بدي اغير السيرفر تبعي؟ راح اجي اقول له سيرفر سبيس 8.8.8.8 شو يعني؟ اي استفسار راح اسال عنه يبعث لي على هذا السيرفر. فشو قال لي؟ انت اخترت الديفولت سيرفر هسه كان الناو صار مين؟ جوجل بابليك دي ان اس اي دوت جوجل دوت كوم. هذا ايش الاي بي تبعه؟ 48. نكتب هذا الكوماند change DNS server. اكتب هذا الكومنت هاي من بابليك. هذا بيكون مهم اثنين هذول بابليك جوجل سيرفرز. هذا بيكون شركة الويب او شركة الاي اس بي هي حاطيته الديفولت تبعها او بكون اللي عامل لك الاجهزة هو حاطط الاي بي هون. طيب جميل. اول شغلة بدي اسأله بدي اقول له فيسبوك دوت كوم واكبس انتر. شو جاب لي؟ طلع الاي بي صار غير. اكتب بس فيسبوك دوت كوم واكبس انتر. طيب بعد اجرب www.facebook.com www.facebook.com اختلف الاي بي تماما. يعني هذا اللي هو اللي كان الاي بي تبعه 31.13.96 والويب سيرفر الاي بي تبعه اللي هو الستار داش ميني اللي هو الاي بي تبع الجهاز. تمام؟ بعيد. لما جينا قلنا له لو سمحت بدي معلومات الفيسبوك دوت كوم سيرفر اجى بيقول لي الاي بي تبعه 31.13.90.36 وهذا الاي بي فيرجن 6 لايبل. اوكي؟ بعدين لما جيت قلت له www.facebook.com
قال لي لا هيك اختلف الموضوع، هذا الاي بي تبع الدبليو دبليو دبليو دوت فيسبوك دوت كوم واللي اسمه ايش ستار داش ميني دوت سي 10 ار فيسبوك دوت كوم، وهذا الاي بي فيرجن 6 تبعه. طب شكلهم بيشبهوا بعض صح؟ لا اطلع على هاي المنطقه هون اختلف الرينج، ما دام هاي فيها اختلاف معناته ديفرنت رينج، شبكات مختلفه هون. وبحط انسى اللي هون المنطقه هاي، هاي المنطقه لو تشابهت المهم يكون في شيء تشابه. اوكي جميل جدا. اذا الدي ان اس سيرفر وظيفته الاساسيه بحول لك الاسم لاي بي، هي اول وظيفه من وراها. كيف الدي ان اس سيرفر بيعرف يميز لك المعلومات؟ كيف الدي ان اس سيرفر بيميز لك المعلومات؟ كيف؟ كان اعطيك مثال، ترى بترن على شركه وترد عليك بتبعت الريسبشن، تيجي تقول لها بدي قسم الماليه، شو بتسوي؟ بتحولك على قسم الماليه. كيف حولتك؟ ضربت الرقم تبع قسم الماليه صرت تحكي معه صح؟ ترن عليهم بدي قسم الاتش ار، تضرب قسم الاتش ار وتحولك عليهم. طب هي من وين عرفت هاي الارقام؟ انت مسؤول عن المقسم حددت هاي الارقام لكل قسم واعطيتهم لتبعت الريسبشن فصارت تتعامل معها صح؟ نفس الفكره هون. الدي ان اس سيرفر حكوله هذا الجهاز الاي بي تبعه هالقد وهذا الجهاز الاي بي تبعه هالقد صار يفهم هاي المعلومه. كيف بخزنها عنده؟ هذا هو الدي ان اس عباره عن قاعده بيانات بتخزن جواتها معلومات، هاي المعلومات بتخزن على شكل شيء اسمه ريكوردز. بتخزن على شكل ريكوردز. الكلام ده معناه ايه؟ خليك عادي مش مشكلة. بس بحاول كل شيء احكي يكون مكتوب او على الفيديو عشان يكون كل الامور تمام. مثلا الجهاز اللي اسمه فيسبوك دوت كوم كيف بدي يسجل حاله جوا دي ان اس؟ بيجي بيعمل لحاله شيء اسمه ايه؟ او خلينا نحط اول شيء ريكورد تايب نيم اي بي، بيجي بيقول انا بدي اسجل حالي اي بي فيرجن 4، فبيجي بحط نوع الريكورد ايش؟ اي بتعني اي بي فيرجن 4 ريكورد. ايش اسمك انت؟ انا اسمي فيس بوك. ايش الاي بي تبعك؟ هذا الاي بي تبعي. الستار داش ميني بيجي بيقول انا برضو اي ريكورد، انا اسمي ستار داش ميني. ايش الاي بي تبعك؟ هذا الاي بي تبعي. طب مو في اي بي فيرجن 4 في اي بي فيرجن 6؟ تمام. كواد اي يعني 4 اي، هون انا اسمي فيسبوك، شو الاي بي تبعك يا فيسبوك؟ الاي بي تبعي هون يعني الاي بي فيرجن 6 الكو الريكورد تايب تبعه تريبل اللي كواد اي 4 اي، اذا كان اي بي فيرجن 4 بيكون ايش؟ اي واحده. طيب ستار ميني نفس الفكره، راح يجي يسجل حاله كاي بي فيرجن 6 بس محل الاي راح يحط 4 اي، ويجي يكتب معلومات الاي بي فيرجن 6 تبعه. تمام تمام. طب انا لما اجي اكتب انا بكتب دبليو دبليو دبليو، بكتبش ستار داش ميني. كيف فهم الدي ان اس انه دبليو 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 بتمثل ستار داش ميني؟ في عندنا احد انواع الريكوردز تبعت الدي ان اس اللي هي بنسميها سي نيم
ريكورد. سينام هي ايش؟ باجي بفهم الدي ان اس بقول له الناس مش مضطره تحفر ستار داش ميني دوت سي 10 ار دوت فيسبوك دوت كوم. الناس مش فاضيه هيك سؤال. فباجي بحكي للدي ان اس بقول له يا دي ان اس اي حدا بيبعث لك دبليو 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 حوله لوين؟ على استاذ الجهاز اللي اسمه ستار داش ميني. هذا نسميها ايش؟ سينام. يعني هون السينام ريكورد راح تكون دبليو 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 مين الجهاز؟ ستار داش ميني. فاي حدا بيبعث لي دبليو 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 بفهم انه بشو بده بده يحكي مع هذا الجهاز، يعني ويب سيرفر، يعني ويب سيرفر. عشان هيك الدي ان اس او الان اس لوكاب ميزت لي ما بين لما كتبت له دبليو 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 وما بين كتبت له فيسبوك لحاله. لما قلت له دبليو 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 راح جاب لي ستار داش ميني. لما قلت له فيسبوك دوت كوم لحالها راح جاب لي الاي بي تبع فيسبوك دوت كوم لحالها. حلو الكلام ده؟ تمام. جوجل عندها خدمة بريد الكتروني اللي هو موقع جيميل، صح؟ انت عشان تبعت ايميل شو بتيجي بتعمل؟ بتكتب ايميلك في التو، سوري في الفرام بيكون ايميلك، بالتو بيكون ايميل الشخص اللي بدك تبعت له، صح؟ بهذا الشكل. انا مثلا بدي ابعت من ايميلي بدي ابعت لشخص ايميله ها احنا بنسميه يوزر نيم بالإيميلات، هذا اسمه يوزر نيم، وها دومين نيم كيف فيسبوك دوت كوم، هذا نفس الفكرة. هذا عبارة عن سيرفر بس وظيفته ميل سيرفر، يعني بيشتغل على فكرة الإيميل. كيف البريد الأردني؟ لما ده كنت تبعت رسالة بتوديها لوين؟ للبريد الأردني، صح؟ البريد الأردني بأخذها وبحولها. أي حدا ببعت لك من برا رسالة توصل للبريد الأردني، بس لازم يكون عندك إيش؟ صندوق بريد. اذا ما كان عندك صندوق بريد بزبط تبعد على البريد الاردني؟ لا، صح ولا لا؟ فانت بتروح تحجز صندوق بريد بالبريد الاردني، فاي حدا من برا بيبعث لك رساله بحطوها بصندوق البريد، بتروح انت بتاخذها وبتقراها. نفس الشيء فكره الايميل، لما تبعت ايميل لازم اكون مربوط مع حدا او مع ميل سيرفر. عشان هيك احنا بنفوت على جيميل بنعمل ايميل، او بنفوت على لايف دوت كوم نعمل ايميل، انا مو فري اكاونت، غير هيك انا مضطر اشتري دومين واحجز عليه ايميلات. يعني مثلا اذا بدي ابعت ايميل من الشركه تبعتنا بزبطش ابعت من جيميل دوت كوم، لازم ابعت انوفيشن. ليش؟ عشان الناس لما توصلها رساله تعرف انه الشركه اللي اسمها انوفيشن بعت لي منها شخص اسمه محمد راجح. لازم يكون في عندهم ميل سيرفر عشان يقدر يستلم اي بريد من برا ويبعت اي بريد بده يبعته اي يوزر من عنده. طب كيف الدي ان اس بده يميز؟ هنا كنا كاتبين له www.facebook.com فهو شال اللي قبل الدوت وقرأها. طب هنا ما في دوت، في آت. كيف بده يميز انه هذا ميل سيرفر؟ برضو احد انواع الريكوردز اللي بتعامل معها الدي ان اس اسمها MX Record، Mail Exchanger Record. Mail Exchanger شو يعني؟ هذا الريكورد يستخدم لما يكون عندي ميل سيرفر. فهمنا فكرة الميل سيرفر؟ تمام. مثلا فيسبوك عندهم ميل سيرفر، هسا راح نشوف اسمه ونكتب الاي بي تبعه. تعالوا نشوف. انا هسا بدي اطلب من الان اس لوكاب تجيب لي الميل سيرفر، ما بدي معلومات عامة، ما بدي اي بي الفيسبوك سيرفر ولا الويب سايت تبع الفيسبوك، بدي الميل سيرفر تبع فيسبوك. هيك لازم اغير نوع الريكورد اللي بدي احكي معه. كيف بدي اغيره؟ لازم اقول له set مسافه تايب. شو يعني؟ حدد لي نوع النوع اللي هو مين؟ ام اكس. شو يعني؟ اي معلومه راح اطلبها منك هسه رجع لي اياها ميل سيرفر مش سيرفر عادي. تمام؟ انتر. طلع هسه لو جيت قلت له فيسبوك دوت كوم انتر
في عاملين هيدن للفيسبوك تبع للميل سيرفر تبع بلاش مايكرو سوفت دوت كوم. شكل السيرفر تبع الميل سيرفر تبع فيسبوك واقع، لو مش واقع كان رد عليه. لو مش واقع كان ما بعت لي ريكوست تايمر. احنا اصلا هاي التول بنستخدمها ليش؟ بتاكد السيرفرات تبعون شغاله عليهم مشاكل بقدر اوصل لهم ولا لا، بنجرب بهاي التول. هون شو بقول لي لاحظ، هاي مايكروسوفت مايكروسوفت دوت كوم، الميل سيرفر تبعهم شو اسمه؟ مايكروسوفت داش كوم دوت ميل دوت بروتكشن دوت اوتلوك دوت كوم. هذا اسم الميل سيرفر تبع مايكروسوفت. طب شو الاي بي تبعه؟ لو جيت كتبت الاي بي كبست انتر، طبعا هنا راح يجيب لي معلوماته كميل سيرفر، فراح يعطيني رو. كمان شوي راح اشوف الاي بي تبعه. ليه؟ انا هون طالب منه يجيب لي ميل سيرفرز بس، يجيب ليش اي بيات، صح؟ طب مثلا جوجل دوت كوم، طنيرو. طيب كورا دوت كوم، هذا الميل سيرفر تبع كورا. الميل سيرفر يعني اي حدا بده يبعث ايميلات لكورا راح يستخدم هذا السيرفر. وضحت الصوره هون؟ نجربهم، جرب جوجل، جرب مايكروسوفت، جرب فيسبوك دوت كوم، جرب كورا. هذول صديقي اللي هو السيرفرز، هذا البرايمري وهذا اللي برد عليه. هذول معلومات في عنا ايش اسمه ريبليكيشن. هسه انت ممكن يكون عندك اكثر من موظف ريسبشنست بالشركه، صح؟ كلهم لازم يكونوا عندهم نفس المعلومات، صح؟ السيرفرات بيشتغلوا نفس الفكره، يعني انا اي معلومه جديده بتيجي عندي لازم اوزعها على الباقي. فهاي المعلومات بتحدد اسلوب التوزيع ما بين الاجهزه. يعني مثلا هون السيريال، كل ما زيد ريكورد عندي هذا الرقم بيزيد بواحد، كل ما ينقص الريكورد عندي هذا الرقم بيزيد بواحد، ما ينقصش بيزيد. يعني اي تعديل على الريكورد هذا الرقم بيزيد. بتصير عمليه توزيع النتورك كل 4 ساعات الابديت. طب اذا ما ردش على، برجع بحاول بعد 30 دقيقة، ما ردش علي بعطيه 7 أيام، إذا ما رد علي بعتبر السيرفر واقع، فمش راح أحكي معاه بعد. فهمت علي؟ هذا الحكي سجلته عشان ضرب الريكورد. الشركة تتابع كورتيرو. طيب خلينا ناخذ شيء جديد برضه. في عندي ميل ريكورد، او سوري، في عندي ريكورد ثاني اسمه ان اس. ايش يعني ان اس؟ انا ممكن يكون عندي اكثر من دي ان اس سيرفر، صح؟ وفعليا اي حدا بده يعرف الاي بي تبع هذا السيرفر اللي هو ستار داش ميني يفترض يجي يسال الدي ان اس سيرفر تبعي، مزبوط؟ طب انا كيف بدي اعرف الدي ان اس سيرفر تبع فيسبوك او الدي ان اس سيرفر تبع جوجل او كم دي ان اس سيرفر عندي؟ كل دي ان اس سيرفر بروح بحط لحاله ايش اسمه؟ ان اس ريكورد. يعني مثلا لو جيت هون قلت له set type equal ان اس، وجيت قلت له جوجل دوت كوم، اجى بقول لي انا عندي 4 دي ان اس سيرفر. طيب مايكروسوفت microsoft.com، بلاش مايكروسوفت، facebook.com. يا راجل فيسبوك عنده 2 DNS servers. طيب اللهم صل على محمد، ياهو دوت كوم، ياهو عنده 5 سيرفرات دي ان اس سيرفرز. ان اس ريكورد بيعطيك معلومه او مين الدي ان اس سيرفر اللي تروح تساله عن معلومه بدك اياها. نجربها، set
تايب ان اس. كله C01 حط له C10R.facebook.com. لأنه دبليو بتغطي الجهاز عادي، لا هذا جهاز عادي جوا الشبكة. يعني احنا عندنا هذا ستار داش ميني، هذا كمبيوتر او سيرفر جوا الشبكه تبعت ستار C10R. C10R هو سب دومين تابع لفيسبوك دوت كوم، فهذا بيكون نتورك منفصل عن هذه النتورك. اذا فهمنا شيء عن الدي ان اس. موضوع الدي ان اس هسه احنا فهمنا، انت لما تحكي مع اسماء احنا نهائيا بالشبكات ما بنفهم اسماء، احنا بنفهم اي بي بس. انا ما بقدر اخلي الناس تتعامل مع الاي بي ادريسز لانه صعب يحفظوه، زي من الموبايل تبعك انت بتضطر تخزن الارقام باسماء لانك سهل تحفظ الاسماء بس صعب انك تحفظ ارقامها. نفس الفكره عندي هون، الدي ان اس يستخدم لتحويل الاسماء الى اي بي ادريسز. هاي اهم وظيفه، في له اكثر من وظيفه. طيب فعليا لما بدك تدخل على الويب سايت تبع فيسبوك انت لازم تروح تسال الدي ان اس سيرفر تبع فيسبوك عشان يعطيك الاي بي، بعدين تروح تبعت للسيرفر اللي اسمه ستار داش ميني انه بدك تشوف الويب سايت اللي موجود عليه. انا كل مره بدي افتح فيسبوك جهازي بده يروح يبعث للدي ان اس سيرفر ويرجع لي المعلومه واستخدمه، هذا راح يسبب لي تاخير كثير بالنت. اذا بدي اعتمد على هذه الطريقه راح يضل دائما في ديلي تاخير. ايش الحل؟ هاي المعلومات الكمبيوتر محتاجها كثير صح؟ ممكن يستخدمها كثير، بدل ما ظل كل مره يروح يسال انا شو ممكن اعمل؟ ممكن اخزن له المعلومه هاي تحت شيء اسمه دي ان اس كاش. دي ان اس كاش، كلمه كاش احنا بنطلق عليها او بنطلقها على وحده تخزين مؤقته. يعني الكمبيوتر تبعي بروح بيحجز من الذاكره جزء بسميه دي ان اس كاش، واي معلومه بيجينا بحطها فيه. ليه؟ عشان لما بدي اسال عن فيسبوك انا مش كل مره بضطر اطلع برا اجيب الاي بي تبع فيسبوك وارجع. أنا إذا سألت أول مرة يفترض بعد هيك يكون المعلومة عندي. قعدت فترة ما استخدمتش فيسبوك برجع بطلب الـ ID لأنه ممكن يكون صار في تعديل. صح؟ هاي دي أنس كاش بتكون جوا كل كمبيوتر عندنا، وظيفتها تخزين معلومات الدي أن اس التي تم الاستفسار عنها مسبقا. بقدر أشوفها؟ طبعا بتقدر تشوفها. تعالوا نشوف كيف. نرجع للـ CMD. أول شيء نكتب exit. عشان نطلع من الانس لوكاب نكتب اكزيت. في عندنا تول اسمها اي بي كونفيج، هاي التول ستكون معنا كثيرا خلال الدورات كلها. كونفيج
اول شغله لو كبست انتر بعد اي بي كونفج راح يعطيك معلومات الاي بي ادرس تبع تبعون كروت الشبكه اللي على جهازك. انا على جهازي في كثير كروت شبكه عشان هيك اعطاني كثير معلومات. اي بي كونفج هاي طيب انا ما بدي الاي بي تبع الجهاز انا بتشوف الدي ان اس كاش صح؟ طيب بعد اي بي كونفج لو عملت مسافه وحطيت الاشاره تبعت القسمه وقلت له ديسبلاي دي ان اس هذا الكوماند سيظهر لي معلومات الدي ان اس كاش اي بي كونفج سبيس على ديسبلاي دي ان اس ارجع ارجع حس على السام دي سام لقد انتر طلع علي هسه هذا في سنتر هاي كل الريكوردز المخزنين عندي حاليا هذول انا حاكي معهم من قبل راح اعمل شغله بعدين اورجيك اياها لو جيت هنا كتبت له www.facebook.com كبست انتر جيت مره ثانيه شو جاب لي طلع هون اول شيء www.facebook.com قال لي اسمه هو سي نيم ريكورد هو star-mini.c10r.facebook.com صح زي ما شفنا قبل شوي star-mini.c10r.facebook.com الاي بي تبعه هالقد ايش نوع الريكورد ها ايوه اي ريكورد يعني هوست كمبيوتر اي بي فيرجن 4 طبعا تمام لو اخذت هذا الاي بي كتبته هون كبست انتر حولني على قاعد على فيسبوك شايف فتح لي فيسبوك عن طريق الاي بي لانه هذا الاي بي اصلا بيمثل الجهاز اللي عليه الويب سيرفر تبع فيسبوك مفهومة؟ طيب حط قاعدة براسك 90% من مشاكل الشبكة إذا مش مرتبطة بالدي ان اس سببها الدي ان اس يعني قبل شوي لما كنا نجرب بالتول تبعت الـ ان اس لوك اب مش أنا كان يعطيني ريكوست تايم اوت وأنت يرد لك لما يرجع لي ريكوست تايم اوت شو يعني؟ راح يخزن بالدي ان اس كاش انه هذا الاي بي عليه مشكله. راح يصير يرجع لي من الاي بي عليه مشكله. يعني ممكن يرن عليك موظف يقول لك انا قبل شوي كنت اطبع بس هسه مش وقت اطبع الطابعه. دي ان اس اول شغله بفكر فيها دي ان اس شو يعني؟ في لحظه جيت اعمل برنت كانت البرنتر ان افيلبل فضل يعرفها ان افيلبل. فاول شغله بنجربها بنعملها بنروح وين؟ بنفضي الدي ان اس كاش. كيف بدي افضي الدي ان اس كاش؟ لو جيت قلت له اي بي كونفج على فلاش
ديانس. اعمل لي كلير للديانس هيك، بعمل لي بفضل لي كل الديانس كاش، وفي نهاية فضل الديانس كاش. يعني بضطر اعمل ريزولف من جديد عشان اجيب معلومات من جديد. ما انا بضطر اعملها ليش؟ عشان اذا كان في مشكله بهاي المنطقه تنحل. اذا عملت تفريغ لمحتويات الدي ان اس كاش 90% المشكله تنحل. ما انحلت بروح بشيك على شو المشكله الثانيه. بس اول شغله بفكر فيها بفضل الدي ان اس كاش. يجيب سجل ريكورد. عشان اليوم قبل ما نروح نعمل فيسبوك جروب ونضيف بعض عليه عشان نرفع عليه الفيديوهات. طيب شو كمان بستفيد من الاي بي كونفيج؟ قلنا كل كرت شبكه له ماك ادرس صح؟ كيف بدي اشوف الماك ادرس؟ اي بي كونفيج على all شو يعني؟ جيب لي كل معلومات كرت الشبكة. اي بي كونفيج على all يعني بدي معلومات كرت الشبكة كاملا. انتر. لاحظ نبدا من هون بس اشوف كرت الشبكة الطبيعي تبع جهازي. هاي هون قال لي الفيزيكال ادرس، هذا هو بيمثل مين؟ الماك ادرس تبعه. كل كرت شبكة له ماك ادرس خاص فيه. لاحظ هنا هذا كرت شبكة ثاني الماك ادرس تبعه هي. هذا كرت شبكة ثاني بهاي الماك ادرس تبعه. كل كرت شبكة له ماك ادرس خاص فيه. الوايرلس مثلا ادابتر تبعي هاي الماك ادرس تبعه. معلومات الاي بي بتختلف، يعني الجهاز تبعي بقدر اربطه على اكثر من شبكه، بس عشان اقدر اربطه على اكثر من شبكه شو لازم يكون عندي؟ اكثر من كرت شبكه. انا عندي مثلا وايرلس وعندي واير اللي هو الكرت العادي، بقدر اشبك الوايرلس على شبكه والوايرد على شبكه ثانيه. هيك صفي جهازي مربوط على شبكتين. وضحت الفكره؟ في حدا عنده مشكلة لهون؟ في حدا عنده أي مشكلة؟ طيب هاي الكوماند اللي بعده اكتبوهم عندكم برضو. بس احنا ما عندناش كرت شبكة انا عندي. لا عندك هي بس هذا هو وايرلس. هو الوايرلس بس اللي شغال. عندك اثنين. عندك كرت شبكة عادي بس مش مشبوك عليه كيبل اللي هو الإيثرنت أدابتر. عندك توقع وايرلس اثنين. ايش هو؟ أول شيء عندك إنترنت أدابتر عادي، وعندك وايرلس رقم واحد، وعندك وايرلس رقم اثنين. هاي تلاحظ ممكن هاي نشيل الوايرلس تبعها. اوكي لحد الان في حد عنده اي سؤال؟ ان شاء الله. اخر معلومه راح نحكي فيها اليوم في عنا شيء اسمه دي اس بي. ايش فكره الدي اس بي؟ كل جهاز بالشبكه شو بحتاج؟ اي بي ادرس صح؟ طب انا بالبيت بعطي الموبايل تبعي اي بي ولا هو باخذ اي بي؟ الأجهزة هون لما شبكنا الوايرلس احنا اعطيناهم اي بي ولا هو اخذ اي بي؟ هو اللي اخذ اي بي. انت بتقدر تعطي الاي بي بطريقتين، اما ستاتيك. كيف يعني ستاتيك؟ يعني انت بتكتب الاي بي مانيوال، انت بتفوت على كرت الشبكة، تدخل على كرت الشبكة وبتيجي بتعدل وبتعطيه الاي بي تبعك. او احنا بنسميه ستاتيك اي بي. اي بي ثابت. اي بي ثابت. رح نتعلم لقدام كيف نعمله ونضيفه للجهاز وكيف نشتغل عليه. بالستاتيك انت مضطر تلف على جهاز جهاز وتعرف له الاي بي تبعه ومعلومات الاي بي تبعه. الدي اس بي، الدي اس بي عباره عن سيرفر
هذا السيرفر انا بعطيه الاعدادات تبعتي، يعني بقول له شو الاي بيات اللي بيوزعها على الناس، ايش المعلومات اللي بيعطيها للناس. فاي حدا بيطلب اي بي مباشره الدي اس بي سيرفر بيبعث له المعلومات وبضيف له اياها على جهازه. دي اس بي اختصار لدايناميك هوست كونفيجوريشن بروتوكول، هاي معنى دي اس بي اللي هو اعدادات الجهاز التلقائي. الجهاز بيحتاج اي بي، بيحتاج شيء اسمه جيت واي راح نعرف لاحقا، بيحتاج شيء اسمه دي ان اس زي ما شفنا اليوم، صح ولا لا؟ هاي المعلومات انا بقدر اعمل جهاز او سيرفر دي اس بي واخليه يوزع هاي المعلومات. طب احنا عندنا بالبيت ولا دي اس بي سيرفر؟ نفس الوايرلس راوتر بيشتغل بوظيفه الدي اس بي، لان هون بقدر اخليه يشتغل وايرلس راوتر واخليه يشتغل دي اس بي واخليه يشتغل دي ان اس. هذا الجهاز بقدر اخليه يشتغل اكثر من وظيفه، فهو اول ما حدا يشبك عنده مباشره ببعث له اي بي. اوكي، طب انا بدي اتاكد كرت الشبكه ناخذ اي بي عادي ولا دي اس بي. برضه بالاي بي كونفج اول لو جيت اطلعت هون في عندك خانه اسمها دي اس بي سيرفر، هذا دي اس بي سيرفر طبعا. في عندك فوق خانه اسمها دي اس بي انيبل محطوطه يس. يس يعني ايش؟ معناته هذا الجهاز باخذ اي بي من دي اس بي، مش محطوط له ستاتيك اي بي. لو كانت الدي اس بي نو شو معناها؟ معناته ستاتيك اي بي للاي بي اللي ماخذ الجهاز ستاتيك زي 8. ايون لاحظ انا الدي اس بي انيبل ايش؟ نو. شو يعني نو؟ يعني انا كتبت له كتبت الاي بي ادرس تبعه، هذا الاي بي انا محدد له. في دي اس بي سيرفر مكتوب هون؟ لا. ليه؟ لانه مش ماخذ من دي اس بي سيرفر، هو ماخذ مانيوال اي بي ادرس. وضحت الصورة هون؟ الدي اس بي سيرفر ها كيف الجهاز تبعي بيطلب الاي بي منه؟ يعني موبايلي اول ما اوصل على البيت كيف راح يشبك وايرلس؟ لابتوبي كيف راح يشبك وايرلس؟ اول شغلة انت بتحتاج باسورد تحطه على اللي هو الوايرلس، صح؟ بس اول مرة بتكتب الوايرلس بعدين تبطل تكتبه. ليه؟ بتخزن عنده. اول مرحلة بيعملها الكمبيوتر تبعك بيعمل تشيك اوثنتيكيشن، يعني بتاكد من مصداقية الاتصال. كيف يعني؟ مش انت مخزن له الباسورد، صح؟ اول ما تشبك على الوايرلس جهازي بيبعث مباشرة للوايرلس سيرفر بقول له ترى هذا الباسورد اللي انا عندي، صح ولا لا؟ اذا صح راح يقول له اوكي. بعدين بمر بالمرحلة اللي بعدها اللي هو مرحلة obtain IP address. شو يعني؟ مرحلة الحصول على IP address. كيف بحصل على IP؟ جهازنا بحصل على IP عن طريقة بنسميها احنا ممكن نختصرها بكلمة دورة. دورة هي اختصار لأربع كلمات. دورة بتبع برامج الأطفال تعرفوها. دي اختصار لديسكفر. او اختصار لأوفر. ار اختصار لريكوست. اي اختصار لأكنولجمنت. ايش يعني؟ لنفرض انا عندي هون كمبيوتر، هذا الكمبيوتر انا عامله دي اس بي، ولنفرض انه هذا السيرفر شغال دي ان اس وبنفس الوقت شغال دي اس بي سيرفر، تمام؟ اوكي، انا بقدر اشغل السيرفر اكثر من وظيفه. البي سي تبعنا عشان ياخذ اي بي راح يبعث ديسكفر للشبكه. يا جماعه مين بيشتغل دي اس بي سيرفر؟ هاي بنسميها ديسكفر مسج، بدور على ناس تخدمني كدي اس بي.
ديسكفر مسج انا ببعث رساله للكل يا جماعه مين معاه قلم انا وجهت رساله للكل ليه انا ما بعرف مين شغال دي سي بي سيرفر لحد الان صح مين راح يرد علي الدي سي بي سيرفر راح يبعث لي عرض اوفر انا عرض راح يجي يقول لي راح اعطيك هذا الاي بي راح اعطيك هاي المعلومات راح اعطيك هذا الدي ان اس سيرفر هاي فكره الاوفر راح يبعث لي المعلومات اللي راح استخدمها عندي على جهازي جهازي راح يبعث له ريكوست اوكي انا موافق على الطلب تبعك بدي اياه راح يبعث لي السيرفر اكنولجمنت يعني موافق اني انت راح تاخذ هاي المعلومات ويسلمني اياها هيك الجهاز تبع مخبر يعني قبل ما يصير في اي بي لجهازي عن طريق الدي اس بي جهازي بيبعث رساله للشبكه كلها يسال عن دي اس بي سيرفر اذا في سيرفر عندنا راح يبعث لي عرض للمعلومات اللي هو راح يعطيني اياها راح اطلبها منه راح يبعث لي موافقه على طلبي هيك بصير معي اي بي هاي معنى ديسكفر اوفر ريكويست اكنولجمنت وضحت الكلمه دي عشان الأذان ولا عشان الحكي؟ تفهم؟ إيش المشكلة عندك سؤال؟ المشكلة إنه جديد على السؤال. لا إحنا كلنا جداد على السؤال. أول شغلة نتجرب. أول شيء إحنا كلنا جديدين على السؤال. ما تأخذ الموضوع إنه جامد أو إنه كلمات. ارسمه بشكل مبسط. يعني بعطيك مثال. أنا بدي قلم حبر. ما راح اسال واحد معين راح اسال الكل انا ما بعرف مين معاه قلم ومين معاه قلم ما معاه قلم صح؟ الجماعه مين معاه قلم؟ ممكن تيجي تقول لي انت انا معاه قلم بعطيك قلم ازرق تمام؟ راح اجي اقول لك اوكي اعطيني راح تعطيني صح؟ احنا مرينا باربع مراحل مره المرحله الاولى انا طلبت قلم بس ما طلبته من شخص انا سالت الكل هاي اللي هي الديسكفري يا جماعه مين معاه قلم؟ نفس الفكره انت لانه معاك قلم قلت لي انا معاك قلم ازرق ومعاك قلم احمر مثلا هذا اوفر انت قدمت لي عرض اختار الدلة قلت لك اعطيني الازرق هيك انا طلبت منك يقول لي كوست انت اعطيتني اياه معناته انت وافقت انك تعطيني الدلة هاي الاربع خطوات نحن نكتب تمام؟ هي نفس الفكرة ابسطها لك تمام؟ في حد عنده أي مشكلة على اللي حكيناه اليوم؟ هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، راح نعمل هسه جروب على الفيسبوك عشان